أهلا بكم إلى الظهيرة، والبداية مع العناوين. ملامح الحكم المقبل في أفغانستان تتشكل. طالبان تؤكد للعرب نيتها تشكيل سلطة جديدة في غضون أسبوعين، وتقول أنها لا تستبعد مشاركة المرأة فيها. والقيادي في الحركة الملا عبد الغني برادر يجري في كابول محادثات لتشكيل الحكومة. رئيس تونسي يقول إن أطرافا بمرجعيات إسلامية تفكر في اغتياله. حركة النهضة تطالب بالتحقيق في تصريحاته وتحذر من استغلالها للتضييق على الحريات. ولبنان على أعتاب العطش. اليونسكو تحذر من خطر فقدان معظم اللبنانيين المياه ما لم تتخذ تدابير عاجلة لاستعادة إمدادات الطاقة. ونتابع في قضية اليوم أيضا مع رانيا دريد. نعم جمال، نقص المساحات الثقافية والأنشطة الرياضية تدفع الشباب العراقي إلى البحث عن متنفس بديلة. البداية من أفغانستان، حيث تقترب حركة طالبان من تقديم إطار لحكومة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء الرجل الثاني في الحركة الملا عبد الغني برادر مشاورات لتشكيل الحكومة.